يا اللي تخمم وتقول انا باش نعيش، وشكون خلق الفلوسي وسط البيضاء، ولكن اعطاه ربي قبل ما يدير الريش. قالوا لي نور تدوي ودووني بلا هوايه، ولقيت الدين تخرب لجوا مع ولا قريه. يا طالبي ذي الورقه تقراها، هذا الجيل شوفوا كيراه اليوم، البنت ما تحشمش من باها، والكسوه على الركابي بدا محزوم، ويلا تجيت تعطي فضيحة معتاها، ويلا تربع راها ملموم. السالف مقصاته على حد قفاها، ومحسنة الحواج بدارة الحموم، تغدى للكباري زعم زاها، وهي وخوها تشرب الروم. يغني الراديو تصطح مقواها، ومنين تسكر تخرج تعوم، ما كانش من خطبها وشكون اداها، وقاعدة طبيرة كيف اللي سموم. وكل يوم يقدم واحد معاها، وزوجت عشرة قبل الصوم. واه زوجت عشرة قبل ما تصوم، إلا صمت ما نعرف شحال تدي. هذه تزوجت عشرة قبل الصيام، ما إلا صامت الله أعلم ما عرفناش شحال غادية تدي، واش ولا 200 ولا الله أعلم. هنا يا سادات يا كرام، تحياتي للجمهور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ علال كيقول الكلام ورحنا غاديين وصافي، عايشين معكم في الجو تيديموا الامانه امانته. وهنا يا السادات غادي نوليو للحكايه اللي كنا فيها، هذه هي الحلقه الاخيره اللي غادي ان شاء الله باش نختموا الحكايه ونوليو لحكايه اخرى. زادت هي ايام اخوتي وهي تتبع، قالت له ايوا كي جاك البلان تزوج بيا، واخا تعصى معها ربي، واخا ما بغيتش الشيء اللي راني غادي نديرو معاك راه ما كيعلم به الا ربي. قال ليها شوفي، راه لو كان تقطعي لحمي مع لحمك، لو كان تخيطيه راه حاجه ما تكونش غير تهنى يكوني على بال، راه ذاك الشيء ما كاينش ما كاينش. واه قالت له خاطك الشغل مين ما كاينش، غادي تعرف واش غادي يكون. قال ليها لا تقصريش، اللي عندك ديريه، بصح اللي عند ربي هو اللي قايم به. قالت له واخا. تمشات هي معاوده وتلغى العبد نتاعها، قالت له العبد، قال ليها نعم، قالت له رواح دير رايي. قال ليها الله يا ود، قالت له اليوم تكون الزوج ديالها، اليوم انت غادي تخرط المرميطه، لكن كمل العهد. قال ليها لا ما عليا الا البلاغ. قالت له شوف هاك هاد البنش، ديروا له عني فنتاعو يجيبوه عندي وما تخافش. وخلا لا شادر ليها البنج على نيفو جابو حطو قدامها، قالت له ذبح الخادم نتاعك، ذبحها. قالت له عصا معها ربي، عصا معها ربي، وعرفت واش دير، جيبه. جابو قال حطه فوقها، لما حطو فوقها بقات تزقي، ويك ويك يا عباد الله، واش كان اسلام ولا ما كانش، واش حنا هاد الشهاده اللي رحنا غادي نحجوا ولا غادي نغدروا بعضياتنا. 300 راجل ناضوا يصيبوا اليتيم عندها فوق كرشها. وقالت لهم شوفوا ذبح لي الخادم والعبد ديالي راقد ما جاب خبر. قالوا لها خاطيك، ولا واحد يدفل عليه، واحد ينعلو، واحد يسبو، واحد يا حسره في التقار اللي كانوا موقرينو. ادى فريض الحج ما ماسك الحج ومولين، لما جاوا مولين خلطوا على سيدنا عمر، ما سولهم حتى على واحد، سولهم على اليتيم. قالوا له هاي هاي اللي داروا اليتيم ما داروش واحد في دار الارض، شنو دار؟ قالوا له الاولى رخوا الحديفه بنت النجار الذهب نتاعها، واه الثانيه راه ذبح ليها الخادم وضيع ليها شرفها، ياك. وقال لهم جيبوه. 300 رجل ما كانش يعني يتفقوا على كلمه، يقول لك إلا شافت العين صح وإلا سمعت الأذن كذوب، هما ما غلطوش يعني القوة عندها. والذهب شافوه في المزود ولكن نشوف الباطل. قال لهم كتفوه في ذاك الرمرام، كتفوه مسيكين. قال لهم وجدوا النار، النار تكون واجدة، هما راهم يوجدوا النار ولكن الله تعالى مخفته خفية. ربي ربي كي يبغى في الملك يدير، والعبد المذنب داخل في شركو، تخافش الا بحور ما ليهم تقدير، وقولوا لي شكون ضروه كيفكو، بعض من المسلمين وفيهم الخير والشي منهم بلسانة يهلكو. واه ولدي الناس فراق،
سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ناس تشوف ذاك الشيء، جاء الهاتف نظير شف، قال له قنبور؟ قال له نعم، قال له سرج السرحاني، سرج السرحاني راه جاي غادي يجمع اللي حتى يخلط يسيب القاعة، غادي يحرقوهم مسكين باقي غير يصلي والظهور يحرقوه. هذا اليتيم لما سمع صلاة الظهور قال لهم الغاولي سيدنا عمر يطلقني ميديا ورجليا نأدي للصلاة اللي واجبة عليا ويدير اللي يبغى. الغاول السيد عمر طلقوا يديه ورجليه صلى وقال يا ربي لما تجيب لي الإمام علي يسلكني. هذه الكلمة نزلت على الإمام علي وهو ناعس، ولكن رب العالمين هاد الناس كان يمتحنهم وكان يبغيهم وكانوا يتقوا الله، ما كانوش يديروا الخدايم اللي راهم يديروها اليوم البشر. الجهل تقاو الجهل تقوى علينا ويا ربي طالبين الغفلان، بنادم غادي منوي وتالف السوق غادي عجلان، الجهل تقوى علينا ويا ربي طالبين الغفران، بنادم غادي منوي وتالف السوق غادي عجلان، بنادم غادي غير تالف. لما جا الإمام علي هو سيب القاعة والبشار يعني داير، قال لهم واش تا هذا؟ قالوا له غادي نحرقوا اليتيم نتاع النبي. علاش؟ قالوا له هو اسمه دار راه يعني غدر حليفة دالها الذهب ديالها وضيع ليها شرابها وذبح ليها الخادم نتاعها 300 رجل. قال السيدي هاد الشي كاين؟ قال كاين. قال لهم اهداوا روحوا جيبوها. مشاو قالوا لها تكلمي للسيد علي، قالت لهم ما نقدرش. ما تقدريش؟ واه الغال العبد ديالو قال له روح جيبها عندي. العبد غير خلط عليها هزها جابها اللي حتى قدام السيد علي ضربها مع الارض، قال له ها هي. قال لها واش كاين؟ قالت له يا سيدي هذا خينا راه ضيع لي الشرف ديالي ودالي المال ديالي والذهب ديالي وذبح لي الخادم ديالي، ها هي 300 رجل شاهده ياك. واه قال لها واخا. العبد نعم. قال له روح للا عائشه جيب ذاك القاطب نتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القاطب اي حاجه تكلم به بالقدره نتاع الله، قاطب نتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيد بلال جا غادي حتى يخلط للا عائشه، دقدق في الباب قالت له من بيك؟ قال لها يا للا بلال، حلت عليه الباب. قال لها السيد علي راه يقول لك اعطينا ذاك القاطب نتاع سيدنا محمد. للا عائشة عرفت هذاك القاطب ما يخرج غير الصح. قالت له علاش؟ قال لي راهم غاديين يحرقوا اليتيم نتاع النبي سيدنا فضلون ياك. واه قالت له ها القاطب وقول لي إمام علي لو كانت صرا شي حاجة في ذاك السيد راني نخرج وجهي عريانة للزنقة واللي شافني يمشي لجهنم. سيد بلال غير خلط السيد علي قال له يا حبيبي يا الإمام علي للا عائشة تقرا لك السلام، لكن قالت لك لو كانت صرا شي حاجة في السيد فضلون راني غادي نخرج وجهي عريان واللي شافني يمشي لجهنم. قال لي هنشبحي نشبحت ذاك القاطب هذاك الصبي قال له يا سيدي انا ماشي بهذا انا با العبد ديالها. قال له زم يا ربي على ما تم. العبد رماوه في النار وهي يعني تلقوها في ذاك الساطو ذاك الصبي اللي في البطن ديالها، والسيد فضلون تلقوه قعد مسكين ثلاث ايام ومات. الحكايه ديالنا انتهت، ولكن احنا تحياتي للجواد تحياتي للاسلام اللي يسمعوا لها الكلام نتاع الدين، راه ما كان غير المعقول فين ما تمشي راه ما كان غير وجه الله سبحانه عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.